بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السابع من الفصل الأول لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن السوفت وير انجينيرنج أند ويب، وهنتكلم كمان على الإيثكس أو أخلاقيات السوفت وير انجينيرنج. نكمل مع بعض ونقول إيه؟ نقول يا جماعة معظم التطبيقات دلوقتي أو البرامج اللي بيتم تصنيعها تقريبا ويب بيست، يعني إيه؟ يعني تعتمد على منتج إنها تنتج وتوضع على صفحات ويب وتتحط على الإيه؟ على الإنترنت، بحيث تكون افيلبل للكل. معايا؟ اذا معظم التطبيقات دلوقتي يا جماعه، معظم التطبيقات اللي بيتم تنفيذها هي ويب بيست، مش كده؟ او يتم تصميمها بغرض انها تتحط على الويب، بحيث انها تبقى جوه صفحات الويب، بحيث انها يتم تنفيذها وتطبيقها على ايه على الانترنت. جميل. طبعا، طب ايه الميزه يعني انها تبقى ويب بيست؟ بيقول لك عشان تبقى افيلبل، يعني اي، يعني ممكن تكون اكسس لاي حد موجود ايه في العالم، مش كده؟ فنقول مع بعض كده ان ذا ويب از ناو بلاتفورم فور رانينج ابلكيشن اند اورجانيزيشنز ار انكريسينجلي ديفلوبينج ويب بيزد سيستمز. يعني دايما المؤسسات بتفضل ان برامجها تبقى على اي على الويب. ليه؟ عشان اي حد من منسوبيها يقدر يدخل ويشتغل على طول مباشره على مين؟ على البرنامج دوت من اي مكان، مش كده؟ جميل. وطبعا يا جماعه خدمات الويب ديت بتتيح لاي حد يدخلها من اي مكان، مش كده يا شباب؟ جميل. طيب نشوف مع بعض بقى الاسكس، الاخلاقيات. هل السوفت وير انجينيرنج لها اسكس، لها اخلاقيات؟ طبعا، مش كده؟ الاخلاقيات دي يا جماعه مهمه جدا للسوفت وير انجينير، لمهندس البرمجيات، مهمه جدا. ليه؟ ممكن نقول انها ماست، يعني ينبغي، لازم تكون متوفره فيه. ايه هي يا جماعه؟ عنصر الامانه، يكون اونست، امين، مش كده؟ ويتمتع بالمسؤوليه العاليه، مش كده؟ لابد ان يكون امين، يتمتع بالمسؤوليه، يقدر يعتمد عليه، مش كده؟ كل المظاهر دي لو توفرت في السوفت وير انجينير نقدر نقول عليه ان هو بروفيشنال محترف بقى، خلاص. معايا يا جماعه؟ يعني ايه؟ يعني مثلا برنامج على النت انزله من على النت، اقول البرنامج ده بتاعنا انا اللي عامله، هو ده، هو دي امانه، مش كده؟ ما ينفعش طبعا، مش كده ولا ايه؟ اذا الاخلاقيات والامانه والايه والمسؤوليه لابد انها تتوفر في ايه؟ في مهندس البرمجيات. وخلي بالكم يا جماعه، الموضوع ده لازم يكون واجع من جواك، الوازع من جوه المهندس الانجينير نفسه، مش مثلا عشان ايه، عشان بخضع للقانون لابد ان انا اعمل كده. لا، لابد انك انت من جواك تكون عندك مسؤوليه ووازع لمين انك انت تعمل حاجه تانيه من الصح، والكلام ده انت طبعا عارفه. معايا؟ اذا بنقول ايه؟ ان الايثيكال بيهيفير از مور ذان سيمبلي ابهولدنج ذا رول، يعني مش عشان بس تطبق القانون، لكن ايه كمان؟ لكن انفولد تبقى ايه؟ تبقى مسؤول على سيت اوف برنسبلز، مجموعه من الاساسيات والقواعد ذات ار ethically، ethically correct، لازم تكون عارف انك انت بتعمل حاجة سليمة، مش كده؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.